السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. بالفيديو، ولي العهد مولاي الحسن ينبه وزير الأوقاف، وهذا الفيديو يثير الجدل. فيديو: من شابه أباه فما ظلم، نجل ميسي المشاغب يذل خصومها. حكيم زياش: أمي لم تأتي إلى قطر لأنها كبيرة في السن ولا أريد أن تمرض بسببي، إنها بسيطة جدا ولا زالت مرتبطة بمنزلها الذي عاشت فيه 40 عاما. الحزب الشعبي الإسباني يستنكر تصريحات وزيرة العمل الإسبانية المعادية للمغرب محذرة من تأزم جديد للعلاقات مع الرباط. خلف تدخل ولي العهد الأمير مولاي الحسن لتنبيه أحمد التوفيق وزير الأوقاف ردود أفعال واسعة بين متتبعين إحياء الملك محمد السادس ليلة القدر في مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. وقد ظهر مولاي الحسن وهو ينبه وزير الأوقاف الذي تجاوز ولي العهد ليواصل المسير جنبا إلى جنب مع الملك محمد السادس، وهو ما نبهه إليه ولي العهد. وتفاعل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع هذا التنبيه، مشيرين إلى احترام ولي العهد للبروتوكول الملكي وصرامته في تطبيقها. أما بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فدعوا إلى إحالة وزير الأوقاف على التقاعد بعد أن تجاوز 70 سنة. مات في القرية ساحراً فالسرح من أذاها، خلف الساحر جنيا فاق في السحر أباها. اقتربت أيام ليونيل ميسي في ملاعب كرة القدم على الانتهاء، لكن يبدو أننا لن نتخلص قريبا من سحر النجم الأرجنتيني بالرغم من ذلك. ماتيو ميسي نجله المشاغب الشهير بمقاطع الفيديو المثيرة للجدل ظهر في مقطع فيديو جديد وهو في مباراة للأطفال وقدم فيها مستويات مذهلة. ذلك المقطع الذي نشره حساب جماهير للنجم الأرجنتيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعى ميسي مانيا، الآلاف من الإعجابات في ظرف ساعات قليلة. وظهر ماتيو وهو يتلاعب بخصومه ويمر من لاعب واثنان بشكل مميز للغاية وبطريقة مراوغة تشبه تلك التي اشتهر بها والده في صباها. الجدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن ميسي قد سجل أطفاله في أكاديمية باريس سان جيرمان بمجرد انتقاله للنادي الفرنسي في الصيف قبل الماضي. تحدث الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي عن سبب غياب والدته عن مونديال قطر، مؤكدا أنها إنسانة بسيطة جدا ترفض مغادرة منزلها القديم. وقال زياش في حوار مع مجلة فوغ الهولندية بخصوص عدم تواجد والدته رفقة أمهات اللاعبين المغاربة في كأس العالم، ورد: لم تأتي والدتي إلى قطر لأنها كبيرة في السن، لقد مرض الكثير من الناس هناك وأنا لم أكن أريدها أن تمرض بسببي، أود أن أبقيها معي لفترة أطول قليلا، يستطرد حكيم زياش. وحول شراء منزل جديد لوالدته بعد أن أصبح لاعبا كبيرا، قال الدولي المغربي: أمي بسيطة جدا، إنها مرتبطة بمنزلها حيث عاشت مدة 40 عاما، لقد ولد أطفالها وتوفي زوجها هناك. استنكر الحزب الشعبي الإسباني التصريحات المعادية للمغرب الصادرة عن وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز. وقال الحزب الشعبي في بيان أن هذه التصريحات المعادية خارجة عن الأعراف الدبلوماسية ومسيئة للعلاقات مع المغرب. وسجل الحزب الشعبي الإسباني كون تصريحات وزيرة العمل الإسبانية خطأ دبلوماسي فادح من النائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية يولاندا دياز تجاه السياسة الخارجية لبلدها وحكومتها باتهامها المغرب بالديكتاتورية، في مقابلة مع قناة السادسة الإسبانية، حيث قالت وزيرة العمل الإسبانية إنها إذا فازت برئاسة الوزراء ستخالف موقف رئيس الحكومة الحالية بيدرو سانشيز بخصوص دعم مغربية الصحراء. وأطلقت وزيرة العمل الإسبانية
يولاندا دياز مساء يوم الأحد تصريحات معادية ضد المملكة المغربية، وهي التي أعلنت قبل أيام عزمها الترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية لهذا العام، وصفت المغرب بالدولة الدكتاتورية. في ذات السياق حذر غونزاليس بونس عضو البرلمان الأوروبي والرجل القوي في الحزب الشعبي الإسباني من هذه التصريحات المعادية للمغرب. من جهة أخرى، التقى مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي قبل 10 أيام برئيس المجلس العسكري الأندلسي خوان مانويل مورينو من أجل الدردشة حول القضايا المشتركة. وكتب خوان مانويل مورينو على تويتر: يسعدني استقبال أندري أزولاي صديق الأندلس وإسبانيا وأفضل محاورنا مع المغرب في سانتيلمو. وأضاف: من الجيد دائما التحدث معه حول القضايا المشتركة التي تؤثر علينا وتشغلنا. وشدد على أن إسبانيا والمغرب جيران وصديقان وحليفان استراتيجيان، ويجب فهم العلاقة الجيدة التي أقيمت على أنها فرصة ستسمح للبلدين بمواصلة الاعتماد على علاقتهما التاريخية وتفاهمهما الجيد وتوطيد الثقة المتبادلة وتكثيف العلاقات الثنائية الأساس. ووفقا لمؤسسة تريس كولتوراس ديل ميديترانيو، تدرك الأندلس تماما أهمية العلاقات الجيدة بين إسبانيا والمغرب، وقد عملت من أجل فهم أفضل، وهذا هو سبب رضائها عن هذا الاجتماع الجديد بين الضفتين. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الأندلسية دائما البحث عن أفضل علاقة مع المملكة المغربية في المقام الأول من أهدافها. كانت هذه آخر فقرة في حلقة اليوم، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.